المبحث الثاني في أقسام التشبيه. ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل. فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد، كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور، وغير التمثيل ما ليس كذلك، كتشبيه النجم بالدرهم. وينقسم بهذا الاعتبار أيضا إلى مفصل ومجمل. طيب، يا التشبيه ينقسم باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل. فإن كان مفرد بمفرد غير تمثيل، إذا كان جمع بمفرد غير تمثيل، إذا كان مفرد بجمع فتمثيل، أو جمع بجمع فتمثيل. يقول فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد، كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور. تعرفون الثريا؟ ثريا نجم. اسم امرأة؟ نجم. نجم؟ كيف هو؟ يقول كعنقود العنب. كعنقود العنب، عنقود العنب حبات متراصم بعضها إلى بعض، الثريا كذلك. إذا رأيتها بإذن الله، وإذا نجوم مجتمع بعضها إلى بعض. هل أحصيتموها؟ كم هي؟ نعم؟ ما لا، أكثر، أكثر بكثير. لكن السبعة هي بنات العشر الصغرى والكبرى، لكن هذه كثيرة، ولذلك تتبين كثرتها إذا كانت السماء صافية وليس هناك نور لا من القمر ولا من الكهرباء، وكان أيضا البصر قويا، أما إذا كان هناك نور فلا يتبين. طيب، هذا تمثيل ولا غير تمثيل؟ تمثيل، لأنه مركب من الهيئة ومن الحبات التي في الهيئة. الهيئة جرم هكذا منضم بعض إلى بعض، الحبات متعددة، فيسمى هذا التشبيه تمثيل. نعم. وينقسم بهذا الاعتبار أيضا إلى مفصل ومجمل. لا، وينقسم التمثيل ما ليس كذلك، كتشبيه النجم بالدرهم، وكتشبيه حصى الجمار بحب الباقلة. تعرفون حب الباقلة؟ هل منكم يعرفه؟ نعم. ما يشبه الفول؟ تعرفون الفول ولا ما تعرفونه؟ تعرفونه. طيب، هذا يكون تمثيل ولا غير تمثيل؟ غير تمثيل. نعم. وينقسم بهذا الاعتبار أيضا إلى مفصل ومجمل. فالأول ما ذكر فيه وجه الشبه، نحو وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. والثاني ما ليس كذلك، ثغره في صفاء، أو في صفاء، هذا وجه الشبه، وأدمعي كاللآلي هذا المشابه به. نعم. والثاني ما ليس كذلك، نحو النحو في الكلام كالملح في الطعام. أين وجه الشبه؟ النحو في الكلام كالملح في الطعام، في تقويمه وتهذيبه وطعمه، فهو وجه الشبه محذوف. طيب، نأتي مثلا فنقول فلان كالبحر في الكرم، هذا إيش؟ مفصل ولا غير مفصل؟ مفصل. طيب، مفصل. فلان كالبحر، بس مجمل. ها؟ مجمل غير مفصل. طيب، وإذا حذفت الأداة صار مؤكدا، وإذا ذكر صار غير مؤكد، وإذا حذفت الأداة ووجه الشبه صار بليغا. نعم. وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد وهو ما مؤكد. وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد وهو ما حذفت أداته، نحو هو بحر في الجود، ومرسل وهو ما ليس كذلك،
نحو هو كالبحر كرما. إذن الآن عرفنا إذا وجد الطرفان فقط فهو بليغ، إذا حذف وجه الشبه وبقت الأداة فهو مجمل ومرسل، مجمل ومرسل. طيب إذا حذفت الأداة ووجد وجه الشبه فهو مؤكد مفصل، وإن وجد الجميع فهو ضعيف، يقال انه مرسل ومفصل. نعم. ومن المؤكد ما اضيف فيه المشبه به الى المشبه، نحو والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الاصيل على لدين الماء. ذهب الاصيل لان الاصيل اللي هو اخر النهار يكون اصفر كالذهب، يعني فقوله ذهب الاصيل يعني ذهب على لجين ماء، يعني على ماء كاللجين وعلى أصيل كالذهب. ولكن ما أكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه، أين المشبه به في ذهب الأصيل؟ الذهب. والأصيل مشبه لأن الأصيل تصفر به الشمس فتكون كالذهب. على لجين الماء، اللجين الفضة، والمعنى على ماء كاللجين.